مرحبا يا أصدقائي، مرحبا أيها الجميل وأيتها الجميلة، كيف حالكم؟ هل أنتم في خير؟ هل أنتم بصحة وخير؟ أصدقائي، البارحة كنت أقرأ كتاب قصص من تاريخ العرب، وأنا أقرأ هذا الكتاب أثارتني بعض الكلمات، والله قد نزلت مني بعض الدموع ولست بمنزلها، ولكن الكلمات التي قرأتها أثارتني كثيرا وواطعتني بموقف عندما تمعنت في كلماتها، والله دموعي زرفت على خدي. وسوف الآن أقرأ لكم هذه الكلمات. أصدقائي، هذه الكلمات من التوراة. روية أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبر مكتوبة في التوراة، فكتبها سعد الأحبر، وهي الكلمات: يا ابن آدم، لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق الرزق ما دامت خزائني ملأة، وخزائني لا تنفذ أبدا. طبعا هي الله بخاطبنا فيها هاي الكلمات: سبحانك يا رب. يا ابن آدم، لا تأنس بغيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن آنست بغيري فتك الخير كله، وفاتك يعني راح الخير كله. يا ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت رزقك فلا تتعب، وفي أكثر منها فلا تطمع، ومن أقل منها فلا تجزع، فإن أنت رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي. هي الله بخاطبنا يا أخوان، يا أخوتي، يا أخواتي: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البر، ولا ينالنك منها إلا ما قد قسمته لك، وكنت عندي مذموما. يا رب، يا الله. يا ابن آدم، خلقت السماوات السبع والأرضين السبع، ولم أعي بخلقها أعي رغيف أسوقه لك منه، يعني رغيف خبز بده يسوقنا يا ربنا، بده يتعبه من غير تعب. يا ابن آدم، أنا لك محبا فبحقي عليك. هي الله بيطلب فينا، بيطلب منا هذا الشيء يا ناس، يا أخوان: فبحقي عليك كن لي محبوبا. يا ابن آدم، لا تطالبني برزق غد كما لا أطالبك بعمل غد، فإني لم أنسى من عصاني، فكيف من أطاعني، وأنا على كل شيء قدير وبكل شيء محيط. يا أخوان، هاي الكلمات والله وأنا أطلع على الكتاب يعني أثارتني كتير، وحبيت أولى من مبارح، بس هيك ما يعني ما قدرت، والله دموعي لحالة نزلت على خدي مو بإيدي. لو تمعنا شوي بهالكلمات وبهالخطاب يعني الدنيا ما فيها شيء. مثل ما قلت لكم، هذا الكتاب من قصص العرب. هذا الكتاب يا أخوان من قصص وتاريخ العرب، فبتمنى اللي بيحب يطلع على الكتاب بس ادخل على المكتبة واكتب قصص من تاريخ العرب، قصص من قصص هارون الرشيد، فراح يطلع لكم هاي القصص. وكتاب فيه كتير موعظة، وانا لسه ما خلصت، يعني بعدني لساتني بداية الكتاب وهيك، فكيف نهايته. كان معكم محمد الشيخ، وبتمنى من الجميع الاشتراك وتفعيل الجرس حتى نوصل بأقرب وقت 10,000 مشترك إن شاء الله. وبتمنى من الجميع كونوا بألف صحة وعافية، دمتم
بألف خير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.